مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من رمضانيات. اليوم بدنا نحكي عن شيء جديد وهو لعبه المحيبس. هاي اللعبه في دوله العراق مشهوره كثير، بعض الدول الخليجيه ولكن في العراق مشهوره كثير كثير كثير. لعبه المحيبس هي تصغير لمحبس او وهو الخاتم الذي يوضع في اليد. المحيبس هاي الاسم اللعبه بيلعبوها في العراق في رمضان، وما أدراك ما أهل العراق وأهل رمضان الأحبة على القلب، جعل الله أيامهم كلها خير وعاد عليهم العز والبركة والخير وأيام الحب والعطاء وأيام رمضان الجميلة. شو بيصير عادة بعد الإفطار؟ بلتقي الرجال في مكان كبير، بنقسموا إلى قسمين، قسم تقريبا مثلا 20 شخص هون و20 شخص هون، وبحط وبعطوا خاتم صغير ويوضع في يد واحد من الموجودين في الفريق، والفريق الثاني لازم يعرف أو يحذر مع من هذا الخاتم عن طريق اليد. عادة إذا فاز الفريق بفوز ب 21 نقطة، أتوقع هذا اللي قرأته، ما أعرفش إذا صحيح ولا لا، لكن اللي بفوز بالليلة اللي بكون مبسوط وبيعلن الفائز. والخسران ايش على الخسران بيسوي؟ بيعزم الفائز على حلويات رمضان من الزلابية والحلويات الجميلة العراقية، شيء جميل ورائع لقضاء الليل والسهر والانبساط. لكن فعلا في العراق اللي اكتشفته انه بيصير مسابقات ذو دوريات، يعني بتحكي عن دوري كأس كرة القدم وكأس دوري المحيبس. هذا الدوري بيصير من بداية رمضان، فرق تتصفى وهذا بيفوز وهذا بيخسر وهذا بيطلع دوري الثمانية ودوري الأربعة إلى أن يصل آخر يوم ويعلن عن الناجح أو الفائز بليلة العيد. وهذه طبعا البطولة من البطولات الكبيرة التي تحدث في شهر رمضان المبارك. طبعا الجميل في أهل العراق هو أيضا موضوع الأسماك، بحبوا كتير يأكلوا أسماك في شهر رمضان، وفي أماكن الحسينيات اللي بيقدموا فيها أكل مشهور هذا الموضوع مجانا خلال شهر رمضان لجميع القادمين وعابري السبيل. هاي من الشغلات اللي حبينا نركز عنها في دولة العراق العظيم. نتمنى إن شاء الله هيك نقدر نسوي دوري محيبس. هذه دعوة لكل إخواننا من أهل العراق اللي عنده قدرة نسوي لنا ليلة محيبس، فمتشرف إنه نسويها إن شاء الله طبعا بعد ما موضوع الكورونا هذا يخف والأمراض هاي تذهب عنا ونرجع لطبيعتنا. في نهاية هاي الحلقة حابب أتمنى لإخواني العراقيين سواء في كندا في المهجر في العراق العظيم، نتمنى لهم كل الخير والسعادة والحب، وكل عام وانتم جميعا بألف خير وسلام للجميع. نراكم في حلقة قادمة، لا تنسوا تتابعونا في الحلقات، وسلام مرة ثانية.